38 ساعة في الجيت بتاع جدة بعد ما خلصت كل الإجراءات، كل مشروعاتنا طلعت المطار بعد كده اهوت 38 ساعة نايمين. احنا هيحرشوا هيحرشوا. يوم الاثنين الساعة 1 الظهر طلعت الطيارة ونزلت، قال لي مالكيش مكان، كأنها كانت أتوبيس. اسمع لأول مرة هنا إن في ناس ولادها معتقلين بقالهم 3 سنين. سألهم انت هيودوك فين في جدة عشان اهلي يسألوا عليا، فقالوا راح الراجل قال له لا احنا هناخدك على جوازات الرياض، واللي موجود في الرياض دي الداخلية مش الجوازات. الشتاء جه علينا والصيف جه علينا، وقدمنا بلاغات لوزارة الخارجية والمجلس العسكري ورئاسة الوزراء، محدش بيسأل فينا، ولحد الآن لا تهمة ولا محاكمة. ليه بيعملوا فينا كده؟ احنا مش عايزين بلدهم، ما احناش عايزين فلوسهم. السعودية اللي داخلها مفقود والخارج منها مولود، انا عايزة ابني، انا وابني ملناش الا بعض، حياتي بتاعي وهو حياتي. تعمل ايه؟ فين كرامتنا؟ حرام عليكم، حافظوا علينا اكتر من كده. عايزين المسؤولين بتوع البلد بتوعنا، ليه بتهاونين؟ ليه حقنا مهضوم، ومهضوم كرامتنا، ومهضوم قيمتنا في الدول العربية؟ رد عليك يا ماما من السعودية او السفير المصري؟ ولا اي حد كلمنا. احنا اخر مرة جينا هنا كنا الاربع اللي قابلنا السفير جوه، تكرم وتعطف علينا اخيرا، دخلنا وقابلناه، طبعا كلمنا باستهزاء وادانا وعود ان هو الكشف، احنا مقدمين كشف ب50 معتقل. اتفضلي. انا عايزه اقول ده اللي خدم الحرمين الشريفين، اولا الشكوى لغير الله مذل. انت لازم انت تفهم حاجه واحده، انا مش عايزه اتكلم، انا اشوف عيالي نايمين حواليا. حد من اهلك دلوقتي يرضين. زوجك اسمه ايه يا حاج؟ انا زوجي اسمه شرف عبد العزيز المغيث، شقياني 22 سنه، وعندي باجي استقر بقى عنده 48 سنه، شاحطين نغره السكه جايين فاهم، ما حدش راضي يفتح لنا ولا حد راضي يكلمني. يجي جوزي داخل للسفير يستنوا هما بيصلوا ويخرجوه يهربوه ويمسكوه يحطوا الطبنجات على قلبه على اساس عشان ما يدخلش، يقول ممنوع 3 مصريين. هو ايه مطالبك يا حاجة تاني؟ مطالبي ان هو حقوقه ترجع له، عايزين حقنا بما يرضي الله، مش طالبين منه حاجه. ايه هي حقوقه؟ ايه هي حقوقه؟ خشب وعربيه في ام دبليو وغير ضربه في الجبل غير ما مكسرين صوابعه، وقعد ياخد كويس عليه سنتين هنا في مصر. يعني الكفيل استولى على معداته ولا حاجه؟ ايوه مستولى على كل حاجه. اسم الكفيل ايه؟ اسم الكفيل؟ اسم الكفيل عبد الله سليم المطرف. منين؟ من السعوديه في المدينه المنوره، وعبد الله دي جه في بيتنا وجه هنا وعملنا له الواجب. بقى جوزي ينيمه على السير ونامه على الارض، وبعد ما يروح هناك يضحك عليه لما جوزي يعمل ثروه هناك من تعبه وشقاه، الاخر هو يستولى عليها ويبعت 3 ياخدوه الجبل يقتلوه. سبب المشكله دي سبب؟ لا ملهاش اي سبب. ان هو استولى على معداته. ايوه انا بعت له ناس عشان تموته، وجوزي جه لها اوضه فيها سعوديين، هم اللي بلغوا الدوريه، يعني السعوديين هم اللي بلغوا على زمايلهم اللي كانوا عايزين يموتوا جوزي، هم اللي بعتوا جاب الدوريه لما لقوا جوزي مضروب. ايوه. وياخدوه كمان بعد ما يضربوه كمان يسجنوه ويرحلوه ببطاقه من اقامه وجواز سفر كل اسم حاجة. الكفيل تاني الرباعي يا حاج اسمه ايه؟ اسم الكفيل عبد الله سليم المطرف. من المدينه المنوره؟ المدينه المنوره. تمام ماشي يا حاج. وبعدين قضيتي يا عم الرحمه ارحموا الاطفال ده، هم اللي مرمين في الشوارع. تمام يا حاج تمام ماشي. قريتنا عند الشيخ عبد الله الطريقي، انا قضيتني يا استاذ عند الشيخ عبد الله الطريقي، هو الشيخ عبد الله الطريقي اللي في المحكمه اللي في المدينه المنوره، في المحكمه الجزئيه، هو اللي هو خد الحته لو سمعت يا شيخ قضيتها عند الشيخ عبد الله الطريقي في المدينه المنوره. الشيخ عبد الله الطريقي هو اللي ظلمنا، ربنا يظلمه فيه وفي عياله وفي صحته. ماشي حاجة. هو اللي ظلمنا. ماشي حاجة. هو اللي سافد رحيلي من غير ما اخد حقوقي، وبقى لي سنتين ونص مسير من هنا. ربنا يديم منه بركه من الملك عبد الله. يا عم انا اسف ان انا اكمل بعد يعني هو بيستفزونا وعايز زي بحقيقة علم الاحوال احنا مش هنخرج بره موضوعنا، احنا جايين هنا مسالمين محترمين، كلنا ناس متعلمين دكاتره ومهندسين، عارفين ايه حقوقنا وعارفين ايه واجباتنا. احنا جايين بنطالب بالافراج عن المصريين المعتقلين بدون تهمه وبدون ذنب، وهنفضل نيجي وهنصر على راينا لحد ما يجي كل مصري معتقل هناك في اي دوله سواء السعوديه او غيرها. لا ماشي. اتفضلي يا حاجه اسم حضرتك؟ فاطمه محمد ابراهيم سامي. جايه قدام السفاره السعوديه يا حاجه في ايه؟ انا جيت عده مرات هنا عشان معتقلين زوجي بقاله حوالي سنتين. بدون تهمه وبدون قضيه. تمام. وبرده عده مرات في عماره ازيس
والخارجية المصرية علشان برضو يعني يترفع عن قضية الزوجة. وبعدين احنا دلوقتي متضررين لان التهمة ما فيش لا تهمة ولا محاكمة ولا قضية ولا اي حاجة من فيه. اسمه ايه حضرتك؟ اسمه جلال سلطان رجب. جلال سلطان رجب حسن. وبعدين هو دلوقتي معاه اطفال، معاه 9 اطفال. فمين يعولهم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. والقنصل المصري في الرياض جزاه الله خيرا بعد 2 من المكتب بتاعه لسجن مباحث الدمام عشان يسألوا عنه، انكروا وجوده هناك. فطبعا يعني هنروح لمين؟ وهنا ادانا وعد السفير حسبنا الله ونعم الوكيل، السفير السعودي ادانا وعد وقال بعد 15 يوم. طبعا كذب في كذب، هم لو عندهم خوف من الله يواجهونا. هيواجهونا بايه؟ مفيش تهمه ولا قضيه. يعني من 15 يوم، من 15 يوم خلصوا كمان، عدى شهر. الناس دي ما بتخافش ربنا وحسبنا الله ونعم الوكيل. يعني فيه مفيش قضية تحول ليها ولا اي اتهام. خدوهم البيت كده وخلاص، وبعديها رحلوا النساء وسابوهم هم هناك. طب حضرتك ما رحتوش قدام السفارة الوزارة الخارجية؟ رحنا عدة مرات وهم جزاهم الله خيرا، عمارة ازيز الاستاذ عادل مرسي والقنصل المصري هناك. بقول لحضرتك بعت هناك في سجن الدمام يتم المكتب بتاعه يسألوا عن الاسم جلال سلطان رجب. قالوا له الاسم ده مش موجود. قالوا مش انكار وكده. فالخارجية برضو يعني اتصال كل 15 يوم النهارده، كل حد حد لا النهارده كان بيتصل. هم عددهم يجي كام كده هناك اللي حضرتك تعرفيهم؟ اللي ممكن اكون اعرفهم حوالي كده يعني 25. دول اللي انتوا عارفينهم بس 25 مصريين؟ انا اكتر، لكن هناك كله فيها حسبنا الله ونعم الوكيل. هيروحوا فين من ربنا؟ ماشي يا حاجة ربنا. دلوقتي مين اللي ينفق؟ هناك اللي هم يعني معتقلينهم وزوجاتهم هناك واسرهم هناك بينفقوا عليهم. لكن ايه اللي نزلوهم هنا؟ مفيش انفاق. وانا بعيد تاني وبقول كفى المرء اسما ان يضيع من يعول، وهم اللي مسؤولين عن ازواجنا وعن ولادنا ومسؤولين عن الزوجات هنا والابناء برضو. وكفايه كده ظلم، ويخافوا ربنا، والملك عبد الله يخاف ربنا ويتقي الله في المسلمين واهله. واحنا يعني نعتبر دم ولحمه، وبلاش التعامل مع امريكا، امريكا مش هتنفع. ماشي يا حاج، ربنا يفرجها عليكم قريبا ان شاء الله. يا رب يا رب. لأن آخر مرة المفروض كان يكلمنا من سنة رفض إن هو يكلم
امه، بس كلم ابوه بضع دقائق عشان نعرفه ان هو حي. يعني محافظه هو؟ هو من القاهره. من القاهره؟ من مدينه نصر. فاني سجن حاليا في السعوديه. المفروض ان احنا اخر مكالمه ليه اللي هو من سنه كنا عارفين ان هو في سجن الدمام، سجن مباحث الدمام بالمنطقه الشرقيه، لكن احنا طبعا دلوقتي بقى لنا سنه ما نعرفش عنه اي حاجه خالص. اسباب اعتقاله ايه؟ مفيش اسباب، لا بيقولوا لنا تهمه ولا بيقولوا لنا قضيه ولا هو حتى تقدم للمحاكمه اللي هي يعني ابسط حقوقه ان هم يحاكموه. لو عليه تهمه احنا بنقدمهم للمحاكمه، لو عليهم قضايا او عليهم تهمه خلاص ياخدوا يعني ياخدوا اعقابهم، لكن اكبر دليل ان هم الى الان بقالهم سنين مرميين في السجون بدون ما يحاكموهم ان هم ما عليهمش اساسا لا تهم ولا قضايا. يعني هم هيفضلوا، احنا مش عارفين، هم هيفضلوا مرميين في سجون السعوديه كده لحد امتى؟ الوزاره الخارجيه حد اتكلم معاكم فيها ولا رد عليكم؟ الوقفه بتاعتنا دي، الوقفه بتاعتنا دي قدام السفاره السعوديه في مصر، دي الوقفه رقم 20 من بعد الثوره، الوقفه رقم 20 من بعد الثوره. عملنا وقفات عند مجلس الوزراء، وعملنا وقفات عند الخارجيه، وقفات دي الوقفه رقم 20 عند السفاره. مفيش اي حد، مفيش اي استجابه، مفيش